الإطار نفسه يعني حصل داخله انشقاق كبير، انشقاق متمثل بقطبين تقريبا، القطب اللي يمثل رئاسة الوزراء اللي هو محمد شياع السوداني وتيار الحكمة وصادقون، والقطب الثاني هو دولة القانون. هذا الصراع الناتج، دولة القانون تحاول أن تعيد الزعماء السابقين للعملية السياسية، لأنه أنا أعتقد بأن وجود رئيس وزراء بدون ضابطة سياسية أو بدون زعيم يتحكم به، أو وجود زعيم تحرك هذا الرئيس الوزراء وتأثر عليه، هذا اللي جاي يأثر على دولة القانون بالوقت الحالي. دولة القانون كان داعم محمد الشياع السوداني، لكن بالوقت الحالي اكو صراع كلش كبير. دولة القانون تحاول انه تعيد مقتضى الصدر الى الساحه، لانه حتى شنو؟ حتى تبقى عمليه عدم انتاج رؤوس وعدم انتاج زعامات سياسيه جديده، محافظه على الزعامات ما قبل 2010، خصوصا بعضهم مات وبعضهم بدا يطلع من العمليه السياسيه، بدات تطلع زعامات سياسيه جديده، هذه الزعامات السياسيه الجديده تمثل توجهات مختلفه، ليس التي يريدها نور المالكي او دولة القانون. بالتالي هنالك مساعي من اجل استقطاب التيار الصدري. انا اعتقد بان دولة القانون اشكالها الرئيسي مو بمنصب رئاسة الوزراء، لانه حتى رئيس الوزراء المتمثل لانه يمثل الاطار التنسيقي، هو بالحقيقه يمثل اجنداته الشخصيه. رئيس الوزراء الان يعمل على تجديد ولايه ثانيه، بالتالي خرج على كل وصايا الاطار التنسيقي، وهذا ايضا يمثل خطر. يعني المالك ينظر ما الفرق بين انه يكون رئيس الوزراء التيار الصدري او رئيس وزراء هو مو اصلا مو له، او مو ما يمثل توجهاته ولا يمثل توجهات الاطار التنسيقي، هذا من جانب. من جانب ثاني ايضا هو عصا تلويح على رئيس الوزراء بانه انا ممكن اجيب غريم انت ما تقدر تكون رئيس وزراء بحضرته، وبالتالي هنا صار التيار الصدري او التيار الوطني الشيعي صار هو جهه تحاول الجميع استقطابه للمرحله القادمه من اجل اعاده التوازن السياسي داخل الكتل الشيعيه، لانه انا اعتقد بالانتخابات القادمه بالظروف الحاليه راح تصير هنالك صراعات كبيره جدا على مساله رئاسه الوزراء، والصراعات يمكن تكاد تصل للصراعات السنيه الحاليه على منصب رئيس البرلمان.